وفي الضفة الغربية استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله. يأتي ذلك فيما أعلنت مدينة رام الله الإضراب العام حدادا على أرواح الشهداء، في حين طالبت الحكومة بوقف العدوان المتواصل وتوفير الحماية للفلسطينيين. الله أكبر. أربعة شهداء في أقل من 24 ساعة رحلوا برصاص قوات الاحتلال التي لا تتردد بالضغط على الزناد. ففي بلدة زواتا شمال غرب نابلس استشهد الشاب جهاد مازن صالح 29 عاما والفتى محمد قاسم أبو زر 17 عاما، في حين استشهد الشابان محمد نضال عليان 22 عاما ومحمود سيف نخلة 20 عاما برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله، في وقت أصيب فيه العشرات بينهم إصابات في حالة خطيرة. مدينة رام الله أعلنت الإضراب العام حدادا على أرواح الشهداء، في حين طالبت الحكومة بوقف عدوان الاحتلال المتواصل وتوفير الحماية للفلسطينيين. إن جرائم الاحتلال ترتكب في كل أنحاء فلسطين، في غزة وطول كرم والجلزون ونور شمس ورام الله ونابلس وجنين والقدس والخليل وأريحة وبيت لحم وطوباس وقلقيلي وفي كل مكان على أيدي الجيش والمستوطنين. هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورا، ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه. وفي مشهد متواصل منذ عملية طوفان الأقصى، وصلت قوات الاحتلال حملات اعتقالاتها التي طالت 120 فلسطينيا بينهم 40 عاملا من قطاع غزة كان ألقى بهم الاحتلال إلى الضفة الغربية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر الجاري إلى أكثر من 1200، يضافون إلى 5000 أسير مكدسين في سجون لا تصلح للعيش الآدمي. الاعتقالات اليومية ومن أجل إرهاب الشباب ومن أجل أيضا تغيير قواعد الاشتباك في الميدان، لأنه لما بيكون بيتم اعتقال بشكل يومي لا يتقل عن 30 إلى 40 معتقل، معنى ذلك أنه الكل سيمر على المعتقل، الكل سيتم التعذيب، الكل سيتم التنكيل فيه، ولكن أنه تطورات الأحداث وديناميكية الواقع الفلسطيني بتفرض نفسها على الميدان. أما المسجد الأقصى المبارك فكان شاهدا على اقتحام مئات المستوطنين لباحاته بحماية قوات الاحتلال التي وفرت الأجواء لهم، بينما منعت الفلسطينيين من الولوج إليه والصلاة فيه. ومما لا شك فيه فإن أقوال وأفعال قادة الاحتلال والنوايا المبيتة تشي عن أن الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من التصعيد، مما يجعل كافة السيناريوهات مفتوحة ومطروحة إزاء شكل المرحلة المقبلة. فالح نصير فالح، تلفزيون دولة الكويت، الأراضي الفلسطينية المحتلة.